مساج الوجه دائما او مساج الجسم دائما بيحرك الدورة الدموية، وتحريك الدورة الدموية بالجسم بتنشط كل شيء حتى بتنزل لكم الوزن. لا تستقلوا لما تعملوا تدليك لو الوجه بس للوجه. وبالايام الجاية ان شاء الله حنتكلم الوجه نقدر نعالج فيه، الإذن بنقدر نعالج فيها. مشان هيك مثل ما قلت لكم حاولوا تعملوا دائما تدليك يومي. تابعوني ولح تشوفوا المساج للوجه شو بيعمل بالجسم. نحن في عجلة تطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيدا عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. حبايبي اليوم يوم التدليك، اليوم جديد، ودائما بنقول بكره اجمل. واليوم ان شاء الله انا بدي اعمل مساج لوجهي، يعني صار وقته، وبحب دائما لما اعمل اشياء بحب فيدكم، ولح ورجيكم كيف التدليك بالوجه بالديرما لورال. لورال ديرما لورال، طبعا بالسوق في اشكال الوان، اما هذا مميز. مش استعماله بس انك تدلكي فيه وجهك، لا، له استعمالات كتير تانية. اشتروه، لازم كل بيت يكون فيه عنده من الديرما لورال. هذا في له، شايفين هذا حنستعمله للأدان. اوكي، حنعالج فيه. وقلت لكم في كتير علاجات من عن طريق الإذن، وهذا حتستعملوه، كتير كتير ممتاز. يلا نبدأ بأول مرحلة. مثل ما اتفقنا حنجيب قطنة فيها موية البقدونس. يلا، هاي موية البقدونس أنا مجهزتها دائما، حتكون فاترة، ما تكون باردة كتير. هاي بدنا ننظف فيها وشنا، إن ما بنشتغل أي شغلة إلا ننظف وشنا. حنعمل هيك لفوق مثل ما اتفقنا لحنا. أوكي، من برا لجوا لفوق، من برا لجوا دائرية، وبدون ما نضغط. اوكي، بدون ما نضغط. بعدين الانف بتقدري تمسكي انفك هيك كأنك عم تعملي له عملية تجميل. اوكي، بعدين حنشد بهالطريقة. بعدين رقبتنا من تحت لفوق، من تحت لفوق. بدك تكوني كتوفك نازلة، مش كتوفك مرفوعة. هلا أنا هذا طبيعة كتوفي، بنزلها، شايفين، وبرفع رقبتي لفوق وبنظف، بنظف. شايفين الرقبة؟ هلا نظفنا رقبتنا كلياتها. طبعا عم قيمة من إيد لإيد أنا مشان ورجيكم شو عم بيصير. أوكي، خلاص.
رح نجيب زيت الزيتون. زيت الزيتون الأصلي مثل ما اتفقنا. أوكي؟ موشي؟ ولح ندهن وشنا بزيت الزيتون. نفس الحركات دائما منتبع نفس الحركات. خلاص شوفوا زيت الزيتون على كل وجهي حطيته. هلا اول مرحله بالتدليك، بعد ما حطينا زيت حنستعمل الدارما مثل ما قلت لكم، حنمسكه بيدنا وشوفوا شو نعمل. طبعا هذا فيه مثل الدبابيس المحدبة، هالتحديبات هي اللي حتنشط لك كل بشرتك. هذا المكان بنحطه لفوق. بنخليه هذا المكان بنضل عم نعمل بهالطريقة لمدة دقيقتين، يعني بتكون قدامك تايمر ساعة وبتعدي بتحسبي التايمر من أول ثانية لحتى تكمل الدقيقتين. ولحنا عم نعمل بالجبين، شوفي الجبين كيف بيصير احمر، شايفين؟ بعدين منجيب بعد ما نخلص الجبين لمدة دقيقتين، بعدين حنمسكه ومن عند الانف، شايفين الانف؟ كمان لمدة دقيقتين. طبعا انا ما حكمل معكم لمدة دقيقتين، شايفين؟ لما بدنا نعمل هي الحركة نرجع للفيديو الأولاني، إن نكز أسناننا مع بعضها ونقربها، يعني هيك نكزهم ونقربها، رح يطلع عنا هون الفك، نقاط الفك أنت حتحسي فيها إنه تحدبت. تمام؟ وحنعمل الجهة الثانية، شوفوا شلون تمي؟ ها؟ كمان لمدة دقيقتين بالضبط هون. طبعا كملت انا، شوفوا وشي احمر، شايفين؟ وشي صار احمر، شايفين؟ انا كملت دقيقتين هون ودقيقتين هون. هلا عنا دقنا، في ناس كتير لما بيضحكوا بصير عندهم تجاعيد مو طبيعية هون. شو بنساوي؟ لتحت لتحت، شايفين هذا المكان؟ لتحت كمان لمدة دقيقتين. يعني هلأ كل تحريكة من طريقة التدليك لمدة دقيقتين. شوفوا أنا حاسة وشي هيك عم يعمل، مش لم تحمر، شايفين؟ شايفين؟ نكمل دقيقتين. هلا وصلنا للرقبه، والمراه والرجال اول ما بيعدوا سن ال 30 بتبلش عندهم الهرمونات بتقل، بيقوم اكثر شيء بيكبر فيهم ايديهم الحلوين ورقبتهم، ببين عليهم العمر، ببين عليهم كانهم عمرهم بسنهم اللي هن عايشين فيه. مشان اخر هي العلامات الرقبه، بنبدا من تحت لفوق، من تحت لفوق. اول شيء بنحفز الرقبه، اهم شيء مثل ما قلت لكم كتوفكم بدها تضلها تحت، رقبتنا مستقيمه، شايفين رقبتنا مستقيمه. ومنبلش بس انا عم دور مشان ورجيكم كيف، او خليني هيك مشان تشوفوا، شايفين؟ هلا بدنا نعمل هالحركة هاي وهون، يعني شوفوا نعمل هاي
كمان لمدة دقيقتين. نبدأ من عند الأنف وننزل لتحت، الأنف وننزل لتحت، الجهة هاي كمان، الأنف وننزل لتحت، الأنف وننزل لتحت. أوكي؟ يعني بناخد، تبدأ من هون عند آخر الإذن، تنتهي من هون عند أول الرقبة قصدي. أوكي؟ خلاص؟ كمان دقيقتين. هلا بدنا نستخدم المعلقة الصغيرة تبع الشاي، شايفينها؟ رح نمسك المعلقة بشفتنا هاي، حنرفعها وننزلها، بنحطها هيك وبنضحك، نعمل ابتسامة، وبنعد. نزلناها على أمل من ما هن منزلها، بعدين برد بنرفعها بشفتنا. حتحسي هون هيك هيك نشد كتير حلو، تساووه 10 مرات. هلأ التمرين الرائع اللي بيخلينا نروح التجاعيد بهالمنطقة هاي، رح نضم شفايفنا مع بعض، شوفوا، ونضحك ونجيب هاي لمدة دقيقتين. تمام؟ هلأ رقبتنا، هلأ بدنا نكمل، لأنه عملنا هيك لازم نكمل لرقبتنا. بنخلي كتوفنا تنزل، يعني ارخي كتوفك، يعني مثل اللي بيعمل هيك، ارخي كتوفك. أوكي؟ بعدين ارفعي رقبتك لفوق شوي 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 شوي، انت عم تطلعي للسقف عيونك لفوق لفوق. لساننا بنحطه بسقف حلقنا، لساننا بسقف حلقنا بنخليه، ونحن عم نطلع لفوق. لازم تحسي من هون في شيء عم بيشد، اذا ما حسيتي معناته عمليتك غلط. رقبتنا مستقيمه، كتوفنا نازله لتحت، لساننا بسقف حلقنا، بتضلي عم تعمليه 10 مرات، وهي كتير مهمة مشان الرقبة وما يبين، يعني رقبتك ما فيها أي تجاعيدات أبدا، ما شاء الله كلياتها كأنها مثل جلدك. هي بتعمليها الصباح أول ما تصحي وبالليل قبل ما تنامي، جدا جدا مهمة هي التمارين اللي اليوم عم بعطيكم إياها. مهما كانت التجاعيد فيكم وقد ما كانت كتيرة، لمدة تقريبا 21 يوم حتلاقوا شيء مو طبيعي عم بيصير معكم. مثل ما حكينا هذا التمرين لشد الوجه وتدليكه مزبوط مع الرقبة. أوكي؟ هلأ في عنا حركة الحاجب، كل الناس تقريبا عنده المنطقة هاي بتكون نازلة هيك لتحت، بتكون نازلة بتاع ما عدى 41، لا هاي المنطقة رح نمسكها من هالمنطقة هاي، هاي بتكون ملزوقة بالعضلات تبع الجبين اللي هي بتبين عليها التجاعيد، حنمسكها بهالطريقة وانتو يعني انتو عم تشدوها لفوق وتنزلوا لتحت، شدوها لفوق وتنزلوا لتحت، هيك؟ تقدروا تعملوها هيك كمان وتنزلوا لتحت، بعدين بتجيبوا هاي فورا وراها وبتطالعوا لفوق، لانه هاي حتشد العضلة وتنشطها وترجعها مثل ما هي ولو كان عندك تجاعيد. هلأ في عنا حركة كتير رهيبة، رح نستخدم اصابعنا هدول السبابة والوسطى. اوكي؟ هذا التمرين سموه الهنود تمرير رجل الغراب او اقدام الغراب، ممتاز جدا. بتحطوا اول الاصبع على اول العين وثاني الاصبع على نهايه العين،
شوفوا نهاية العين هون، مش تبعدوا لبعيد، هذا بيروح لكم التجاعيد اللي بتطلع لكم بهالمنطقة هاي أو هالمنطقة هاي أو لهون. تمسكوا هيك، شايفين؟ شوفوني كيف أنا بطلع. هلأ أنا إيدي ماني شادتهم، هلأ بدي شدهم، شوفوا شلون شديت، ماشي؟ وطلع لفوق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نزل وبتنزل إيدي، يعني بنزل إيدي وبنزل عيوني لتحت، ماشي؟ بعدين نرتاح، منخليه إيدينا ما منحركهم، الأصبع الأصابع ما منحركهم من هذا المكان، منحاول إنه نخليهم ونعد للعشرة كمان، بعدين منشد مثل ما اتفقنا، منطلع لفوق لفوق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، شوفوا شلون بنزل شوي 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 شوي، وبترتب ترجع ايدي بتطلع شوي شوي. هاي بنعملها 10 مرات بالضبط وانتي مسترخية وعم تسمعي موسيقى، وبالليل بتعمليه 10 مرات. هذا كله حيختفي طبعا مع استعمال الماسكات اللي انا قلت لكم عليها، وخصوصا الرز انتبهوا. واليوم في ماسك كمان جديد، بس خلينا نخلص التمارين كلها كاملة علمكم اياها، وانه دلكنا وجهنا كله. هذا التدليك انا للوقاية بعمله مرة بالاسبوع. طبعا اللي عنده تجاعيد كتيرة وتجاعيد كتير قوية بيبدأ فيها اول اسبوعين الصبح والمساء. اول اسبوعين اللي لسه مو عامل تدليك لوجهه ابدا، اول اسبوعين الصبح والمساء. تاني اسبوعين بنعملها يا الصبح يا المساء، بس انت حتختلف معك، حتحسي بشرتك صارت غير، صار فيها نشاط، صارت ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين بتصيري للوقاية 2 مرات بالأسبوع 3 مرات بالأسبوع، انت طبيبة نفسك حتعرفي قديش بحاجة بشرتك لتنعمل. وبدها ما نشد كل وشك وصرتي بنت 20 سنة، مرة بالأسبوع بكفي وزيادة بإذن الله. بس التمارين دائما، التنفس العميق الصباح هذا ضروري، هو اللي بيخلي البشرة دائما تتحفز ودائما مجدودة. هلا حنجيب ايدينا نحفز هذا المكان، حنحط اصبعتنا هاي هون واصبعتنا الثانية هون، ونمسك رقبتنا كلها شايفين هون، ونصير نعمل شوفوا شايفين؟ حتحسوا بطاقة، طاقة مو طبيعية، لأنه هدول النقاط مسؤولين عن جمال الوجه. لما بتيجي بتحركيهم مظبوط ما شاء الله حيشد. للتمارين والتدليك اللي علمتكم إياه هو أساس في نقاط معينة لازم نعملها بالذبذبات بالبداية، بعدين بنتابع هذا التمرين. يعني انت ما بتاخذ معك كل هاللي هلا انا عم بحكي، اذا بتعيروها بالساعه ما بتاخذ معك ربع ساعه تدليك لوجهك، وانك انت عملتي عمليه تجميل طبيعيه. هلا منجيب آلة درما وبنمسك، شوفوا هي المنطقه، خليني اشوفها طالعه، ايه هي المنطقه هي مسؤوله عن تجميل العضله هي، هاللي بتشدها، هاللي بيحس بالوجع معناته عضلته كتير نايمة. وبتصيري بتضغطي، شايفين؟ هاي نقطة، 2 3، كل نقطة بنعمل شوفوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بنرد نمسك النقطة الثانية، شايفين؟ 1 2 3 عشرة عشرة عشرة، مع سحب التنفس وخروج التنفس. وشوفي كيف هذا، حتحسي هيك لحاله شد بدون ما تحطي اي شيء. هلأ منحاول بايدينا 2، هاللي ما عنده اضافر، انا عندي اضافر، ما بيصير اني فوت ادني باضافر بادني، لازم شايفين هالمكان هاد ماشي، وهذا المكان ما بيصير انا ساوية. انا لذلك رح امسك ايدي من هون، هي يا اما بتحطي التنتين هون وبتشدي، يا اما بتمسكي اذنك من هون وبتمسكي اذنك من هون، وشوفي شلون بتساوي، شوفي شلون، 4 5 6 7 8 9 10، هي وهي انا قاعده عم بشتغل، بس انا مقربت لكم اياها مشان تشوفوا. بمسكها هيك شايفين،
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نمسك هيك، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هلا حنجيب بيضة. هي الوصفة اللي بتجنن، اللي بتاخذ العقل. لا ننسى الرز اللي تعلمناه، اوكي؟ هي الرز حناخذ معلقة رز اللي طحناه، الرز الكامل. ارجعوا للفيديو وشوفوا كيف طحناه. وحناخذ تقريبا ليمون، شوفوا انا عصرت تقريبا، ناخذ كم نقطة لانه هو اللي بيحفز الخلطة كلياتها دخولها للبشرة. هلا نحن حنحركها بطريقة لحتى كلهم يتخلطوا مع بعضهم. حنجيب لبن الزبادي اللي نحن منيمينه 13 او 14 او 15 ليلة القمرية. هذا اللبن الزبادي ممتاز جدا جدا، وبتقدروا تستعملوه لرقبتكم، بتقدروا تستعملوه لايديكم. هلا رح نجيب فيتامين اي. هاي الفيتامين اي كتير كتير مهمة، ورح نحطها بالخلطة تبعنا. شايفين؟ ورح نخلطها كمان كويس تمام مع الفيتامين، وبعدين طبعا الزيت الفيتامين بيخلي البيضة مثل الكريم. شايفين صارت كريم. هنجيب كمان، راح نحط زيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند كتير كتير مهم، ترى جدا جدا مهم للبشرة، بجنن. واللي ما عنده زيت جوز الهند، اصلا انتو حطيتوا زيت زيتون، مقدوركم كمان هون تحطوا 10 نقط وتحركوه، ضلوا عم تحركوه لين يصير كريم. وهلا هاي الخلطة تبعنا رح نستعملها، يلا امشوا لنحطها على وشنا. طبعا بعد ما شفتوا كيف عملنا الوجبة، حنجيب الفرشاية ونحط على بشرتنا. شايفين؟ حنحط طبقة، أول طبقة طبعا مو طبقة واحدة، حنحط أول طبقة. هلا رح نعمل كمان رقبتنا كلها من هون محل ما عملنا له مساج. وصفة هي بتجنن، تاخذ العقل للتجاعيد. حيكون نشف شوي، شوفوا حسيت انا شوي عم بيشد. حتردوا تعيدوا وتحطوا طبقة تانية بهالطريقة، لفوق شوفوا. هلا حروح استرخي، اعمل استرخاء هيك لمدة ربع ساعة، اسمع موسيقى، اجذب لنفسي الجمال، شد البشرة، اعطيها تألق للبشرة. تقدروا تستعملوها لايديكم، تعملوها هيك شايفين. تعملوها كلها كاملة للايدين شايفين، ومحا تسترخوا بتقولوا
يلا يا ايدي ارجعي شباب عمرك 20 سنة. طبعا ما بدي اضحك عشان ما يتغير معالم وشي. هلا ما عاد احكي لين بعد تقريبا نص ساعة بالضبط. اعملوا استرخاء، ارتاحوا، ريحوا بشرتكم، اجذبوا لنفسكم الشباب، اجذبوا لنفسكم شد البشرة، بياض البشرة. هذا القناع واو، انا بتساوي دائما وعن تجربة وبدون ما يعملكم لجميع انواع البشرة اي تحسس ولا اي شيء، بالعكس بجنن. يلا لقاؤنا بعد نصف ساعة. هلأ مضى نص ساعة، شوفوا ما حركت وشي أبدا، شوفوا كله تجمد تمام، شايفين؟ هلأ رح روح أغسله بالموية الفاترة، نغسله رح كملكم، خليني روح أغسل بالأول وقلكم شلون بدكم تعملوا بالضبط. هلأ غسلت، شوفوا ما شاء الله، شايفين؟ شوفوا رقبتي، شايفين؟ شوفوا. هلا شو حساوي؟ هنجيب البقدونس لانه البيض حيطلع ريحة زنخة، لانه احنا ما هنغسل بالصابون، انا رحت غسلت بالموية الدافية لين انشال، انه حيتيبس بكرة بس تساويه حتحسيه كده شدلك وجهك كله. بتغسليه بالمية الدافية، بعدين بتغسليه بالمية الباردة، بتجيبي البقدونس مثل ما حطينا وبتجيبي شو بتساوي؟ نفس الحركات على مهلك، بتمسحيه منيح مشان تروح الزنخة البيض كلها، لانه البيض فيه له زنخة، اوكي؟ وبهيك مسحنا البقدونس. هلا هنجهز البندورة، يلا مسحوا منيح بالبقدونس مشان نجهز البندورة. هنجيب الطماطم مثل ما تعودنا ونبلش نطلع لفوق، نفس الشيء مشان نسكر المسامات على الغذاء اللي غزيناه لبشرتنا، اوكي؟ نفس الحركات مثل ما علمتكم، دائما هي لتحت، هي منشده لهون، عيوننا دائرة لجوا وجبيننا لفوق، ورقبتنا ما ننساها بالمعية. وهلأ أنا خلصت، شوفوا بشرتي. ارجعوا لأول الفيديو، شوفوا هاي حقرب لكم، ارجعوا لأول الفيديو وشوفوا كيف كانت بشرتي، مع انه انا الحمد لله خالية من التجاعيد، الحمد لله رب العالمين، وما عندي اي اثار جانبية ولا اي شوائب. ارجعوا لأول الفيديو حتلاقوا كمان اختلف، لاني وقت بعمل هذا الماسك بحس حالي وشي غير، والتدليك اللي عملناه اليوم للوجه والرقبة هذا كتير مهم اليوم اللي عطيتكم اياه، داوموا عليه رح تختفى عندكم التجاعيد تماما. يلي سألني شو بتحطي مرطبات على وجهك، شو بتحطي كريمات، انا ما بشتري كريمات، من المختصر لا ماركة ولا غير ماركة. انا ما عندي زيت جنين القمح، عندكم زيت الشيا، عندكم الليمون، عندكم الحليب مع العسل، بعد اي وصفة حطوه على وجهكم. زيت جنين القمح انا متعودة عليه، كتير كتير بحبه، او زيت الشيا، باخذ نقطتين وبرطب هيك وشي وخلاص بخلي، بس لا تطلعوا فيه بالنهار، هذا الترطيب اللي عم حاكيكم فيه بالليل. بالليل كتير كتير ممتاز جنين القمح، بجنن كتير رائع. هذا استعملوه وما بدكم كريمات، صدقوني حتلاقوا بشرتكم مثل البيبي. هلا مين ما بيعمل لي هيك؟ مين اللي شو بتحطي على بشرتك؟ من جد مثل البيبي، البيبي الصغير لما يجي ما شاء الله تبارك، قولوا ما شاء الله بشرفكم. ان شاء الله قدرت فتكم، وصلنا لاخر الفيديو، عطيتكم لو مثلا بدي اتمكياج بحب مكياج عيوني وحط الحمره، هذا هو كل مكياجي، لا بحط اساس ولا كريمات ولا شيء، هاي هي بشرتي بالمكياج وبدون مكياج، الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله تبارك الرحمن. كثير انا طبعا مبسوطه بنفسي وبحب نفسي كثير، وان شاء الله الفيديو الجاي ما حنحكي على تدليك، لا
هنعمل استرخاء مع بعضنا مشان إلكن لما روحوا حطوا الموسيقى أو حطوا آية قرآنية، كمان في آيات قرآنية كتير حلوة للجمال. هلي شو بدكن انتو على شو بترتاحوا حطوا، روحوا حطوا واسترخوا وخدوا نفس عميق. وكيف هنتكلم كلمات انتو تسجلوها بصوتكم تجلسوا تسمعوها ممتازة. وهلأ ما بقلكن إلا الله معكن، أنا بحبكن كتير وبتمنى لكم جمال وجه ورقبة وحتى إيدين ما شاء الله تبارك الرحمن، بدون تجاعيد ناعمة مثل وجه الطفل الصغير اللي ما شاف أبداً أي شوائب في الدنيا. بإذن الله انتظروني بالتأمل الرائع، ويكونوا بصوتكم حتتعلموا كيف تساوي التأمل وتسجلوا بصوتكم وتجلسوا تسترخوا وتجذبوا إلكم الجمال.